البادل تنس من الرياضات اللي بتجري هي شبه كيس ستادي او دراسه حاله للسكواش. احنا يهمنا جدا ان يكون في رياضات متنوعه كتير تاخد لاعبين. مفيش منشأ حكومي دلوقتي الا ما بنحط فيه بادل تنس. القطاع الخاص انتشر في بادل تنس ساعدناه. كمان احنا عندنا مصنع مع الانتاج الحربي والقطاع الخاص مشتركين للنجيل الصناعي كابتكس، حطينا فيه كمان تصنيع البادل تنس. تنس احنا مؤمنين بمدى يعني الدعم وزيادة قاعدة الممارسة عشان هيكون عندنا أبطال بشكل كبير جدا. We're excited to be here. صوت النور رجع هنا. دي في 2022 البطولة كانت موجودة واتعملت في وقت قصير جدا، وان هو بيشكر التيم بتاع النادي ان هو بيشتغل يعني، والناس قد ايه اشتغلوا مع بعض في وقت قصير وعرفوا يطلعوا بطولة السنة اللي فاتت. The Premier Padel Tour is growing each year. صوت ان هم رجعوا تاني، ان التور دلوقتي مكملة وفي احسن 100 لعيب بالنسبة للرجال والسيدات، وان هو ان عامه مش بس ان نيو جيزا بتمثل مصر، بتمثل كمان قاره افريقيا. يعني دي البلد الوحيده اللي بتاخد البطوله او التور بتاع بريمير بادل في قاره افريقيا. And inspire the Egyptian paddle players. بطوله نيو جيزا اللي هي البي 2 من اهم بطولات في سلسله الدوري العالمي للاتحاد الدولي للبادل. فخورين جدا باستضافتها لانها يعني بتحط مصر على الخريطه العالميه للبادل، ومصر يمكن دوله ناشئه في البادل ولكن قدرت في فتره قصيره جدا بدعم طبعا ومجهودات وزاره الشباب والرياضه بقياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ان احنا نحطها فعلا على الخريطه العالميه. واستضفنا الفتره الاخيره اكثر من 26 بطوله دوليه في اخر سنتين، ده يخلينا يمكن اكثر ثالث اكثر دوله في العالم فيها بطولات دوليه. فالحمد لله سعداء جدا باستضافتها، وان شاء الله تطلع بطوله جميله وتبقى مشرفه لينا كلنا وللوسط الرياضي المصري كله ان شاء الله. احنا عندنا حوالي 200 لاعب ولاعيبه مشتركين في حوالي 112 ماتش هيتلعبوا من حوالي 12 دوله. الماتشات التمهيديه يوم 19 و20 اكتوبر، الادوار الرئيسيه من 21 لحد 26، الفاينل يوم السبت 26 اكتوبر. احنا عاملين استاد فيه 2000 كرسي، استاد بادل فيه 2000 كرسي، ده اكبر استاد في مصر يعني. الجماهير مفتوحه، التيكتس محطوطه على، ممكن تشتريها من اي حته يعني، واوريدي ابتدينا نبيع تذاكر والدنيا ماشيه كويس الحمد لله. البطوله بالحجم ده ومن الفئه دي تكون معموله في مصر طبعا دي حاجه يعني بشكر اي حد ساهم فيها ان هي تحصل، عشان دي بتوفر لنا فرصه كبيره قوي ان احنا نلعب ونكمبيت او ننافس ضد لعيبه من توب 50 على العالم، والنقط بتاعه البطوله دي طبعا بتكون كبيره جدا، فالاستعداد ليها طبعا بيكون مختلف. انا ان شاء الله هسافر اتمرن اسبوعين او ثلاثه في دبي، وهرجع ان شاء الله قبل البطوله بيومين ثلاثه عشان اعرف انافس يعني باحسن. مصر تعتبر اول افريقيا، وده طبعا حاجه عالميه، واخر كاس العرب احنا اللي كسبناه برضو، مصر اللي كسبته. فاحنا اعطانا ان احنا جاهزين، كنا لسه راجعين من تصفيات كاس العالم. تصفيات كاس العالم كنا بنلعب افريقيا اسيا وباسيفيك، فاحنا بنلعب 15 دوله على مقعد واحد. ان شاء الله يبقى عندنا لعيبه كتير تقدر تكمبيت. متحمسين قوي بصراحه، بطوله كبيره قوي تبقى موجوده هنا. فشكرا لنيو جيزه وشكرا للاتحاد المصري للتنس ان هم عرفوا يجيبوا بطوله زي دي في مصر. متحمسين نتفرج على ناس بيلعبوا مختلف عننا، اجمد مننا، عندهم اكسبيرينس اكتر مننا، فدي اي ثينك دي حاجه حلوه قوي لينا يعني.